هلا عمر بحضركم حبايبي وانا تونس غاليه. جماهيرك اللي استناوا فيك في المطار هنا شنو تقول؟ انا جاي عشانهم، جاي عشان اللي بحبوني، عشان انا بحبهم. ابو وديع شنو صح؟ صعب الحمد لله في ايدي تعبانه شو بس حاطهم فيها. طول عمركم يا يقال إنه الأسطورة، لا بل يؤكدون أنه الملك. تخوننا الكلمات وتخذلنا اللغة أمام سطوته. نفتح الليلة أبواب المملكة الوصوفية ونكتشف أسرار جمهورية أبو وديع. نرفع القبعة احتراماً وإجلالاً لتاريخ الفنان الاستثناء. نستقبل بكل حب آسر قلوب الملايين ومعبود الجماهير أبو وديع. كثير يا عايشة، هيدا كثير علي، كثير علي يا عايشة حبيبتي. إذا يا أقل ما يمكن. أنا فرحان اليوم إني أول مرة بطل من زمان أيام الله يرحم نجيب الخطاب على الشاشة التاسعة، وأنت كنت سبب يا عايشة. مرحبا بك. الحمد لله في سبب ارجع اجي على البلد الحبيبي الاول العربي هون تونس. كان لي شرف ابو وديع. طول عمري بلاك وجمله، بلاك وجمله. حتى انا لي الشرف اغني واحكي واحب اي شعب بحبني، والحمد لله رب العالمين بحبوني كثار، وتونس خصوصي وكل المغرب العربي بحب ابو وديع. أنا حبيتك يا عائشة، كنت لطيفة وطيبة من يوم وصلت المطار. الله يخليك أبو وديع. وأنا فرحت إنك أنت أنعتيني إنه من قلبي أطلع على الشاشة هي التاسعة، وأنا اسمي عائشة، عايشك في التونسية. والله غالب أمري لله إني بحب التوانسة وبحب حبايبي كل اللي بحبوني. أي حد بحبني من أي بلد كان في الدنيا هذا شرف لي. انت انسانه عندك شيء، عندك مواهب حلوه، عندك الاتوت تكوني نجمه ان شاء الله، وانا يا رب يقدرني اقدر اساعدك باي شيء. الله يخليك. كل اللي طلعوا معك هذول خدموك، ثانك يو فيري ماتش لهم. شيك طبعا، شكرا للجميع، لكن الليله انت لاقتي الحقيقيه. انت خايفانه مني ليه؟ لا هي ابدا ابدا، انت زي اختي صغيره وزي ابدا منك. الحوار معك، الحوار معك يدخل يدخلني للتاريخ. انا غلبان بقول لك امري لله. يلا يا شيف امري لله. Thank you.
أمري لله يا حبيبي، أمري لله يدوب دوين في بلاد الله، أمري لله يا حبيبي، أمري لله دوب يدوب دوين في بلاد الله. أشكي لمين يا حبيبي، أقول لي مين يا حبيبي، أشكي لمين يا حبيبي، وأقول لي مين، أشكي لمين يا حبيبي، وأقول لي مين. والشب ما تصحش إلا لله، أمري لله يا حبيبي، أمري الغير وملامها صابر، والله على صبره اصبر ياما، امري لله شكوى الغير وملامها صابر، والله على صبره اصبر ياما، مع ان الشوق دوبني دوب يا حبيبي، مع ان الشوق يا حبيبي دوبني دوب يا حبيبي، مع ان الشوق يا حبيبي دوبني دوب يا حبيبي، مع ان الشوق دوبني دوب، مع ان الشوق شوق وابني دوب، مع ان الشوق لو ابني دوب، شكوى ما تصحش الا الا لله، امري لله يا حبيبي، امري لله بلاد الله، أمري لله يا حبيبي، أمري لله دوب في بلاد الله. الله دمعت عينيها على جاني النوم يا حبيبي، مسي عليا يا على اليوم، امسح دمعت عينيها على جاني النوم يا حبيبي، مسي عليا انا ليلي ضاع حبيبي، أنا حالي حال يا حبيبي، ولا ليلي طال يا حبيبي، حالي
حبيبي أنا ليلي نار يا حبيبي أنا حالي حال يا حبيبي وأنا ليلي نار يا حبيبي بقى حالي حال يا حبيبي جد ما تصحش إلا إلا لله أغني لله أمر لله يا حبيبي آه والله لو بندوب دوه في بلاد الله دوب ندوب دوه في بلاد الله وديع برافو طول عمرك يا رب. قبل ما زيدوا نسمعوا برشا غنيات وقبل ما نكملوا نحكي حاولنا ان نختزلوا مشوار ابو وديع في هذا التقرير بامضاء نوال سكنديجي. نشوفوا مع بعضنا التقرير. هذه هي الحاله الوسوفيه، مشاعر عاطفيه مقسومه بين العشق والموقف يوصل بعضها إلى حد التماهي. صرخة أبو وديع هي في حد ذاتها ولاء صوتي، ولاء للفنان الأيقونة، ولاء للفنان الوطن. هذا هو جورج وسوف، الأسطورة الفنية اللي مستحيل تتكرر. تختصر المسيرة الفنية لعملاق مثل جورج وسوف في بضع كلمات في روبرتاج ظهر لي هذا هو التحدي. تتعدد ألقاب الوسوف، الأيقونة، الأسطورة، القامة الفنية، سلطان الطرب، تتعدد الألقاب إلى حد عجز الكلمات. ببساطة وكما يقول أبو وديع، انت غيرهم. انت غيرهم يا حبيبي، انت غيرهم. الفنان السوري جورج وسوف تولد في كفرون بسوريا عام 1961 في عائلة كان فيها هو الصبي الوحيد إلى جانب أربع أخوات بنات سوسن، نورما، نوال وميادة. كمان أسامي الجيران يلا. الوسوف كان صوته أكبر من عمره وبدأ احتراف الغناء عام 1972. هو مازال طفل، تأثر بوالده برشا من اللي عمره 4 سنين، السيد بديع، علمه المواويل اللي قادته للشهرة. في عمر 14 شهرته وقتها كانت كبيرة برشا في سوريا. الطفل المعجزة هذا شنو أطلقوا عليه؟ أبواب الشهرة تفتحت له على مصراعيها وعرضوا عليه يغني في لبنان وسنه وقتها ما تجاوزش 16 سنة. أنا مسافر يا أمي ودعيني. في بداية احترافه غنى للعمالقة مثل وديع الصافي، وردة، وأم كلثوم. بعيدة عنا وبعد انتشر أكثر فأكثر بفضل أغانيه الخاصة مثل حبايب، دقيت على الأبواب، حلف القمر. وجميع أغانيه من تلحين كبار الموسيقيين مثل بليغ حمدي، سيد مكاوي. 1984 سلطان الطرب يطلق ألبومه الأول، ألبوم 100% طربي، الهوى سلطان. القلوب الهوى سلطان على القلوب الهوى سلطان. عام 1985 غنى سلطان الطرب في مهرجان قرطاج في تونس امام 15,000 من عشاقه. روحي يا نسمان عند الحبايب. الوسوف فنان خارج التصنيف، حاله غنائيه نادره، نجم يوصل لقلوب الناس في مده قياسيه. مسيره حافله بالنجاحات وبالالقاب من الطفل المعجزه الى سلطان الطرب. 1994 كان عام نزول اول كليب لجورج وسوف، هو اللي ما امنش برشا بعالم الصوره وبالفيديو كليبات بالاخص. سلام الناس لبيقدم. الكليب هذا كان رسالة مضمونة الوصول لبعض الناس. 2003 كان عام صدور ألبوم سلف ودين اللي حقق أعلى نسبة مبيعات للشركة المنتجة.
باش نحدو خلطة أو وصفة نجاح سلطان الطرب، حاجة صعيبة برشا. بساطته هي سر نجاحه، يأمن برشا بالوفاء. أنا إذا أذيت شي مرة في حياتي لأني وفي روحه خفيفة، يتمتع بروح الدعابة. حضور قوي على المسرح وشخصية متفردة، حتى مشيتوا على السين وسوفيا حاولوا يقلدوها برشا ناس. من المعروف أنه سلطان الطرب يحرص على إخفاء حياته الشخصية عن الأضواء، لكن فضول محبيه يدفعهم ديما لمعرفة كل التفاصيل المتعلقة به. أبو وديع يحب فنه، جمهوره وعائلته، لكنه حاسم في موقفه تجاه أولاده ودخولهم المجال الفني. طبعاً لا، بقطع رقبتهم. سلطان الطرب معروف بحبه الشديد لوالديه. السيد بديع والده كان يستمتع بالعتابة بصوت جورج وسوف. أهلا وسهلا شرفونا. وفاة والده بعد صراع طويل مع المرض أثرت فيه برشا. جورج وسوف الفنان اللي خوفه برشا ألم فراق الحبايب. بالوداع الحب ضاع ضاع والقلب حس الضياع يوم الوداع. آخر حفلاته كانت في المغرب، وقد أطرب وسوف الحضور اللي كان متشوق لسماع صوته وأغانيه. حفلاته لا يمكن أن تنسى. جورج وسوف قلب الدنيا من جرش القرطاج. جورج وسوف فنان خارج التصنيف والترتيب، هذا اللي خلاه يفكر في كتابة قصة حياته بالتعاون مع إعلامية لبنانية. قصة حياته اللي تنجم تكون مشروع تلفزيوني أو سينمائي. مسيرة سلطان الطرب وتاريخه صعيب نتعرضوا لهم في روبرتاج ولا حتى في كتاب. فأهلا بأسطورة الفن بسلطان الطرب. مرحبا أبو وديع. نرجع شوية إلى أيام الطفولة. أيام الطفولة، الطفل المعجزة جورج وسوف، كان يتوقع نهار إنه يخلط إلى المكانة هذية؟ على سيرة الطفل المعجزة، كان معي شيف مرة هيك باي مستيك يعني بالغلط. أنا أستاذ مازن ابتديت أنا وياه من أول حياتي. شاءت الظروف وافترقنا من غير شر. اتجوز الأخت مايا يزبك بتغني، وبعد عني شوية كان معايا شيف دركس محمد اللبان. بقى كنت أنا كتير بحضر معه، وأنا كنت طف على المسرح معهم. هلا طف لا مهضوم، مش هيك شو شيء الحمد لله. بعد ما عملت فيه مرة قال لي أنت مين قالك طفل؟ قال لي أنت القرد المعجزي. بسم الله. أبو وديع في خلطة نجاح؟ فما سر نجاح أبو وديع؟ خلطة نجاح؟ في سر نجاح أبو وديع؟ أقسم لك بالله بحكيك الحق ومن قلبي، عمري ما سعيت ورا النجاح، عمري ما سعيت مشان أنجح، ولا فكرت بدي أعمل هيك مشان أكون ناجح. لا والله سبحان الله، ماشي طبيعي، ماشي إنسان عادي مثل الحبايب كلهم اللي بحبوني، وعادي ولهلا، ورب العالمين شايف، والناس اللي بحبوني بدون واحد زيهم، هذا هو السر، غير هيك. يعني أبو وديع أنت لا تخطط، ليس هناك استراتيجية؟ لا ما في استراتيجية، ولا في أي تخطيط لأي شيء بعمله. في أسس بالحياة مش عليها، احترام الناس، احترامي واحب اللي بيحبوني لو شو ما صار منهم عادي، لانه هم انا ولما اللي بيحبوني يا قلبي انا مين؟ كنا عباد عند الله مش هيك؟ طبعا مش عم بحكيك انا شيخ كفتارو او المفتي، لا بحكيك الحق، نحن هيك سنه الحياه يا بنت الحلال. الحمد لله الناس بتحبنا عشان زيهم مش هيك يا أبو وديع؟ نعم. فكرتنا بكلام الناس. شو يا أمي؟ كلام الناس. ولهلا كلام الناس الحمد لله، والله كله بيحكي حلو والله. قال لي يعني بيعمل نفسه بيكرهني هو كذاب، ما بيكرهنيش. بكون في سبب بقول بكرهه. بس بفضل الله عندي إحساس من جوا إنه ما حدش بيكرهني يعني معقول فما شكون يكره أبو وديع؟ طبعا.
في ناس بتحب ناس ما بتحب ناس عادي، بس انا ما بتخيلش حدا بيكرهني لا والله، عشان انا ما بعرفش الكره، قلبي كله محبه وطيبه والحمد لله. الحمد لله. في اي فتره ابو وديع حسيت انه فما ناس تكره ابو وديع؟ ايه حصلت معي، كنت اطلع المسرح اذا الصوت مش حلو اتنرفز هيك واسيب الميكروفون على المسرح. هيك شيء سنه بعدين كنت بغني بمكان في برمانة اسمه ويناط في لبنان، وانا طالع لقيت ست كان سهراني كل الليل، انا نزلت طلعت عليه تفو بزع صورتي وعلى سيارتي تفو انت ولا حد يحضرك مره ثانيه. انا كنت عارف العربيه ماشي، قلت لها معلش تنعيها استحت شويه كمان ستنا بامرك، بس بإذن الله حشوفك مرة تانية. تاني يوم لقيتها سهرانة عندي، ومن وقت بطلت لو شو ما صار على المسرح أي شيء بصير الناس العاديين بيشوفوني هذا الشيء ما لهم ذنب أي شيء. يعني كان هذا درس؟ درس ودرس وعلم فيني لهلا. أنا بحكي قد لازم 25 سنة أكثر أستاذ مازن. أبو وديع هذا الدرس الوحيد وإلا فما دروس أخرى في الحياة؟ كتير يا حياتي بالحياة، الإنسان بيتعلم بيمرق فيه وكل يوم بيعرف أكثر من يوم، وكل يوم بياخد درس جديد، وكل يوم بشوف حاجة شي جديد، وكل يوم بشوف ناس بقول الله أكبر، معقولة أنا مغفل كل العمر؟ الحمد لله. شنو يحب يقول أبو وديع للناس؟ شنو هو الدرس اللي يقوله أبو وديع للناس؟ يعني حسب تجربتك وحسب خبرتك في الحياة. أنا ما بحق لي أقول للناس شو يعملوا أول شيء، أوكي؟ الناس بتحس، والناس الأيام دي صارت عارفة الصالح من الطالح، عارفة من السادق من المستادق. ما يعني بني آدم مش حقدر أكذب على الناس، صار كله يعرف، صرنا بعصر بخوف. هالعصر هيدا الهاي تك والانترنت والسوشيال ميديا وهدول وانستغرامك راح وفيسبوك والخ، خلاص كل الناس صارت تعرف مين السادق معهم ومين الكذاب معهم. ابو وديع علاقتك بالسوشيال ميديا، علاقتك بالفيسبوك والسوشيال ميديا؟ الله لا يوفق اللي اسمه جورج مايكل فرحه. هو انا بقى لي اربع شهور. اربع شهور بس؟ طبعا. اوكي انا مش بتاع دول، انا بتاع الوتر، بتاع النغم الحلو. ابو وديع حسب تقديرك اليوم بالميدان الفني، هل هناك ما يسمى بجيل العمالقه؟ هل بقي شيء من جيل العمالقه؟ اه طبعا الحمد لله، انا منهم جيل الصعالقه، انا من قلهم كمان، يعني اكبر ب 25 سنه عادي. العمالقه راحوا يا بنت الحلال من يجي 30 35 سنه. واخر العروض كان بارك حمدي الله يرحمه وعليا التونسيه، وهلا من كم سنه ورده الله يرحمه ترابها. العمالقه ولا يا حبيبتي، في ناس بتغني حلو وفي ناس حلوين فنيا، بس ما ايام العمالقه يا حبيبتي ما كانش في غير يصوروا ابيض واسود، وكانوا يجي خمسه سته أيام الله يرحمه الحاج أم كلثوم وعبد الوهاب حبيب القلب، هذا موسيقار الكون والأجيال، عبد الحليم فريد أطرش، وأخيرا ومرورا في كتير حرم فؤاد في كتير وفي قبلهم حلوين. برامج الهواة، البرامج التي تنتج الفنانين، أنت مع أم ضد هذه النوعية من البرامج؟ أنا مع الكل، وتخرب تعمر وانا مالي يا بنت الحلال، اللي عاوزني يصحيني. بسم الله الرحمن الرحيم، شو بدي احكي؟ انا مع الهواة ومع اللاهواة ومع الموهوبين ولا موهوبين ومع الكل. الفضل بعد الله لمن يعود ابو وديع؟ هو بس، هو البي والاخت والخي والمحامي
المنور طريقي وهو اللي ونعمه بالله هو اللي ونعمه بالله وهو اللي سايقني هو على طريق الخير والحمد لله. ابو وديع نشوفوا الصوره مع بعضنا. الله يرحم ابوي. الله يرحمه. الله يرحمك يا ابو جون. الله يرحمه وينعمه. كان معي لئيم. كيفاش اثر فيك؟ كان له حاجه يشتمني يوم مات بوست بهيك بشفاف وشوار ومسقع المسكين. كمان عشت من بعدك يا بابا. أبوي وأمي هذول أهم شيء. لكن بس بعد الله عندي كرامتي. كرامتي وفني اللي الله راه وهبني إياه اللي هو أنا. هو اسمي أنا وديع من وراء الشيء وهيك ابتزيت. أوكي يا حبيبة القلب. ماذا أخذ أبو وديع من والده؟ بيعلم أخذت منه شيء. كنت بصيبي أبويا الله يرحمه. ماذا تعلمت من والدك؟ الله يرحمه ونعمه. أخذ طيبته لبيبه. هو كان مجنون زيي يعني. بس أنا ما بقدر أشرح إنسان والله العظيم. بس رحت هيك على كنت منرفز شيء والله ما في نام بلا ما أرجع طيب له خاطره ورضيه. أبو وديع شوفوا الصورة هذه. هذا شرفي. هذا علم بلدي. هذا شرفي هذا. وتراب بلدي شرفي. وإذا ما كنت أنا بحترم هالعلم وبحترم بلدي ورئيس بلدي ولا حد هيحترمني بالعالم. ماذا يقول أبو وديع لسوريا اليوم؟ سوريا سوريا أرض الأنبياء بنت الحلال. سوريا التراب الطيب والأرض الطيبة. سوريا ما بتروح. شو صار ما بتروح؟ سوريا حتضل. بقي النظام، بقي النظام سوريا بقي ارض وشعب. اوكي ورئيسنا ما حلا احسن منه. كل الدنيا بتعرف شو رايي انا. بتعرف شو رايي؟ انا ما بحب عن عبس. بحب انا عن انا وحياتك على الغالي. وما جايني شيء الا لانه رئيس بلدي وهيدا وطني هيدا سوريا. بيحترموني لانه انا وفي لبلدي واهلي ولوطني. ابو وديع من خان سوريا اليوم؟ الحقيقه انا ما خنت سوريا، اللي خانها اسالي غيري بقى. ايش فيك شي حدا سياسي؟ ماذا يقول ابو وديع لمن خان سوريا؟ من خان سوريا؟ نعم. واللي خانك خون واسال عليه. انا وفي لوطني. لا بلدي ولا تراب وطني ولا محل ما بدي يقبروني فيها اندفن. اللهم اني وفي. ابو وديع ما زلت تروح سوريا والضيعه؟ طبعا دائما بروح سوريا. دائما؟ يه 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 يه. قبل ما اجي كنت عند امي ورحت على الشام. طبعا سوريا ما في شيء مثل حلال. سوريا ما تضل ما تطلع عينه هناك. الحمد لله خذت حلب وش ما سوريا. سوريا ما بتنضام. سوريا ما بتروح. نعم. شو خصت سوريا اذا راح فنان مثل هدول انه صاروا مش من فقس بالبيضة جمعتين؟ عيب يا بنت حلال. وهو الرئيس هو اللي عطى لهم الانتاج الخاص. هو خلاهم يشتغلوا وعمل لهم اسامي. عيب عيب على انسان يتف بالصحن اللي اكل فيه. قربك من الملوك والرؤساء واصحاب القرار خلى بعض الاشخاص مين دفشك علي عشان دي؟ لا. أنا شفت أي شخص عادي يعني جاي رئيس وملك لعلي. الله هو الكبير هو العظيم هو اللي مقربني من كل الناس. أنا مش تبع ملوك ولا تبع بنت حلال. أنا غلبان. أنا درويش. أنا أمشي هيك أرض أرض. وحياتك. الحمد لله. رجعنا أنا بعد رؤساء الملوك. مين بعد بديك؟ في تونس قبل الثورة. في تونس قبل الثورة كنت قريب من أصحاب القرار؟ يعني هذا سؤال. لهلا بسأل عليهم شو أخبارهم. الحمد لله. وقبل العهد يلي راح وإجا بعد الثورة أيام الحبيب بورقيبة الله يرحمه. أنا كنت في تونس من تلك الأيام بنت الحلال. كانت تونس حلوة وما زالت حلوة. بس كانت أيام تونس أيام تونس العراقة.
في تونس الحلوة هيك، ولا عج السير ولا الجو الحلو، الناس سهرات حلوة، العادات الحلوة كانت. وماذا بصلى أنا قريب من الكل يا متعلا، أنا لا أني مع ولا ضد حدا، أنا زلمي هي كوريكت والحمد لله. يلا يلا رجع هاجر، رجعنا على مصر، ما تنشي القدافي. ايه تفضلي. كما تعرفوا ليلى حلقتنا حلقة استثنائية، هذيك علاش خرجنا للشارع المصري والشارع التونسي والشارع اللبناني وسمعنا رأي الناس في جورج وسوف. هتقولوا ليه انا ليه بقول جورج صوته بتاعه ما يخلقش محبوب، وين تمشي تسمع جورج؟ جورج معناتها ما فماش حاجه معناها خير من جورج. تاع عندك البحه هذيك هي اللي تجلي فينا، معناها هي اللي تخلي خف ما حار، تحسنا في بدنا، تخلينا معناها تنعوشنا في بدنا. انا هاني شايب 81 سنه نحبه، رس حياته في الغناء وغناء الكل محبوب للكبار وللصغار. جورج راهو سلطان طرب في العالم العربي، طبيب جراح قلوب الناس داويها، يا مقرا سهرت الليل داريها. جورج وسوف حبيب الشعب العربي كله، وانت فنك بيجري فينا كلنا كفنانين وكمستمعين، انت فخر للعرب. انا بعشقه جدا جدا جدا. انت مش بتغني، انت بتطربنا. حبيبي يا جورج، حبيبي يا ابو وديع، ان شاء الله العمر كله بكره احسن. عرفنا الطعم للمغنى معاك يا جورج وسوف، دايما مرحب بيه في مصر اكيد، ونحب نشوفه. جورج وسوف اقول له انا بموت فيك، هو عارف ان انا بحبه. شوف كثير بحبه، من القليل يعني العالم القليل اللي بلبنان، اللي هيك بحس انه بعد في فن بلبنان. صح، بيعجبني صوته، اغنيه قريبه لهالقدمة هيك. جورج وسوف ما في منه، ما بيجي اثنين منه، الله يخلينا اياه ويضل بهالصوت الحلو. يا حبيبي عليك يا جورج وسوف، شو هالصوت الحلو، انا بحبك من قلبي ودمي، وبحب اتمنى وكون معي لعمل لك ردي مثل ما بدي. نذكركم انتم تنجموا ترحبوا معنا في البرنامج بير دبليو في، ما عليكم كان تبعثوا اس ام اس على 85860، تبعثوا اس ام اس في حرف ا على 85860. باش نرجعوا حوارنا ابو وديع، تفضلي. روتانا بعد البوم سلف ودين، انقطع حبل الود نهائيا مع روتانا؟ مش سلف ودين، قصد كل الناس انتهى طبعا نهائيا الى الابد. لماذا؟ عاد الدنيا فيها في أخذ وعطاء، لا أنا ما سأبدي شغل معه ولا هم نفس الشيء، وفترقنا وفي دعوة بيني وبينهم. الحمد لله والله منصف. من بادر بالقطيعة؟ من بادر بالقطيعة؟ وإن البادي أظلم، بقى نشوف الحق مع مين بيطلع، بكون هم البادين، الحق معهم بكون أنا البادي. يعني الشركة، شركة روتانا كانت سبب أم هناك شخص معين كان السبب؟ السبب في سبب عشان أنا تركت روتانا أو هم تركوني. أفضل أسأل من السبب كان هما ولا أنا؟ أكيد هما، لا بل مش روتانا، يعني الشركة روتانا، المدراء تبع روتانا، في ناس في من جوا هيك مش نضاف بحق روتانا قبلي يعني. أنا من أبو وديع؟ أحدهم
يعني هو هو مدير وتانا. مدير وتانا؟ يعني شو هي المشكلة اللي كانت بينك وبينه؟ أفهم. المشكل الذي كان بينكما؟ ما في مشكلة حبيبتي. في أنا في أنا يا نورا في تنفيذ مسار وما صار التنفيذ ما نفذوش اللي أنا ماضي معه وصار خلاص بس. يعني شركة روتانا لم تلتزم بوعودها؟ فيك تقولي إنه أنا يمكن ما التزمت بوعودي. أنا أراقب بين قضاء بدبي ومحاكم دبي مفضلة إنهم حاكم عادلة. وكل واحد الحق بياخذه وبس. ولما يطلع أنا من القضاء بدبي إنه معي حق وقتها فيه أحكي. هلا ما فيه أحكي ولا شيء. لو قلنا الوليد ابن طلال. عفوا؟ لو قلنا الوليد ابن طلال ماذا تقول؟ لك سليلة يا حبيبتي أنا لاني وليد ابن طلال ولا إني أمير أطول عمر الأمراء. أنا بقول كلمتي اللي أنا بعرف كيف بدي أقولها. فيك تسأليني لو كنت الأمير وليد بن طلال، بس الأمير وليد بن طلال مش هو مدير روتانا صوتيات المرئيات، لا. هو عنده شركات كثير وليد بن طلال. في عنده مين مسؤول عن روتانا صوتيات والمرئيات، في عنده شركات غير. هو أكيد يعني مش عارف يا حبيبي، المهم أنا إلي حق بياخذوا، لهم حق بياخذوا بس. من الخاسر؟ من الخاسر؟ يلي قضاء يحكم ضده. لا مش قضائيا، فنيا. ما فيش شيء بيقولوا انه لك لا رزقت روتانا علي ولا رزقت على روتانا، ما فيش حدا خاسر يا حبيبتي. اكشن يعني بيخسروا شيء اذا ربحت الدعوه. يعني ممكن يخسروا مصداقيتهم قدام اللي بحبوني. اوكي، اما قدام اللي هم بطيبوا لهم ومسؤول لهم جوخ، هذا وضع ثاني يا حبيبتي. شو نسمعوا؟ نغنيوا شوية؟ نغنيوا اللي بدك اياه بأمرك أنا. شو هتسمعنا؟ خسرت كل الناس علشان خسرت كل الناس. Yeah.
سهران يا بياني. أنا من قلب أقول لك شكرا يا بياني. وأنا من قلب أقول لك شكرا يا بياني. بعد تكون عايش مرتاح عشان تقف حالك وبحال الزمن هتروح بيده وخليها الخاين خسرني خليها الخاين. أنا ما ظلمتش يلي ظلمني أبخ اللي بات مظلوم صرت كل الناس أبو وديع. مازلنا باش نحكي ومازلنا باش نغني ولكن بعد الفاصل.